يعني لا يفتى وياسر في المدينة لما تيجي الحديث عن محمد النني صديقه وحبيبه وأخوه. لكن هحكي كده حاجة صغيرة قوي. أول ما أعلن محمد النني عن إن خلاص مسيرته مع أرسنال بعد كل هذه السنوات بتنتهي، سألته، لأنه كان في كلام كتير ما بين إنه هيعتزل ولا هيروح الخليج ولا هيرجع الأهلي ولا هيروح أوروبا، فسألته إيه اعتزال؟ قال لي لسه بدري قوي يا هاني، وقالها لي كده بالطريقة دي، يعني صح. اللي أنت بتقوله ده. قلت له طب فين؟ قال لي لا لسه والله بشوف. فبسأل بقى ياسر الشنواني نفسه، بما اننا خلاص عرفنا المعلومه الاولى ان مسيره النني مع الكره مستمره ان شاء الله، طبعا رايح فين؟ مبدئيا يعني لما انت قلت هاني، انا علاقتي بالنني، انا النني يعني مش صاحبي ولا حاجه، النني اكنه ابني، اه مظبوط. فانا يعني انا بحبه جدا وانا دايما داعم ليه وهفضل داعم ليه دايما، لكن ان شاء انا الله. شايف ان النني فعلا يعني رده كان رد صح، ان هو لسه بدري على موضوع الاعتزال، لكن انا شايف المسيره اللي عملها النني مع ارسنال انا شايفها ان هي ناجحه بكل المقاييس، رغم عدم اللعب كتير، لكن كون ان في لعيب مصري يبقى في ارسنال لمده 8 سنوات فدي في حد ذاتها كبير جدا. كلام اللعيبه عنه، كلام ارتيتا عنه، كلام المسؤولين واصحاب النادي عن النني، حتى يعني لما خلاص قرر ان هو هيمشي، يعني الكلام اللي قالوه عنه والتصريحات فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا، لكن انا شايف ان اني لسه قدامه برضو يعني ان شاء الله فتره في الكوره، لكن لغايه دلوقتي لسه مش متضحه، يعني نفس الكلام، هو في كذا عروض، في فين؟ كذا عرض، في انجلترا وفي بره انجلترا، لكن تركيا؟ في تركيا اساسا، لان هو لما الفتره اللي راحها بشكتاش. اعاره لبشكتاش كان ادى اداء كويس جدا والناس يعني بيحبوه جدا، فلسه في كذا حاجه، فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتبدا تتطبق. الاهلي من ضمن الاوبشنز؟ في كلام كتير عن الاهلي، بس ما اعتقدش ان النني هيجي مصر دلوقتي. والله لان خلاص عقليه النني مع 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 الاحتراف سواء في بازل في سويسرا او في كل الثمان سنين ده في ارسنال، فدي في حد ذاتها هتخليه لسه يكمل بره، خصوصا ان كمان النني عنده عمل نادي دلوقتي، فدي في حد ذاتها برضو دي حاجه كويسه جدا، كون ان واحد لعيب ايه طموحه مع النادي؟ طبعا طموحه مع النادي ان النادي يوصل، يعني النادي لسه في بدايته دلوقتي، عمل اكاديميه وبعد كده عمل نادي، فالنادي ده يعني انا رحت وشفته هناك، ف يعني حاجه على اعلى مستوى، حاجه بفكر عالي جدا، بفكر احترافي كبير جدا، فانا شايف ان هيكون ان شاء الله تكلل بالنجاح، فهو كل الخبره اللي اخذها في الفتره سواء في بازل في سويسرا سواء في مع ارسنال بيحاول يطبقها، بالاضافه لان حاجه مهمه جدا، كل الخبرات اللي هو معجب جدا بطريقه ارتيتا، يعني طريقه كمدير فني، فاخد منه خبرات كبيره جدا جدا، وهو لما اخد الدوره كان هو وتشاكا، حتى ارتيتا اتكلم عن النني وقال ان هو فعلا هيبقى مدرب كويس جدا، فانا طيب. شايف ان دي هتفرق. انا مش مختلف معاك خالص في ان هي مسيرته مع ارسنال نفسها ممكن جدا وصفها بالناجح، لان هي فعلا ناجحه، لكن كنت قريت بوست، وانا اسف مش فاكر مين اللي كتبه، بس كان على الجانب الاخر بيقول ان النني لو كان طموحا اكتر من كده كان ممكن مسيرته مع أرسنال نفسها تبقى أقوى من كده. بيتكلم في أنه حتى بأنه رضى بمقاعد البدلاء وبدور اللاعب اللي بيعرف يلم الفرقة أكتر من أنه يطور من نفسه من خلال رحلات إعارة يشارك فيها أكتر مع فرق بتوفر له تطور في المستوى، فيرجع أرسنال يبقى في مركز ثابت في نص الملعب. فهو بيتكلم أنه مسيرة ناجحة لكنها افتقدت للطموح اللي يخليها أنجح. تتفق ولا تختلف؟ اولا البوست ده انا كنت كاتب، انت حتى لو متفق هتختلف. لا 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 مش كده، مش كده خالص. لا انا هو البوست ده انا كنت منزل بوست وحد علق عليه قال لي كده، قال لي الطموح ده، فالطموح بيفرق في ايه؟ لما يكون واحد يعني سواء عنده طموح او ما عندوش طموح ممكن يكون فيه داخل فيه شويه كسل شويه، لكن انا شايف، انا بقول ان مسيره ناجحه رغم ان الفتره الاخيره ما لعبش كتير مع اوناي ايمري، برده ما لعبش كتير، لكن اوناي ايمري كان عنده مشكله، شايف ان هو بيتمرن كويس جدا ويجي بعد التمرين يقعد معاه ويقول له انا عايز اقعد اتكلم معاك، ويقول له انت بتعمل اقصى مجهود في التمرين، وبعدين يجي بعد كده يطلعه بره السكور، فدي فترة. لكن الطموح ان هو بيعمل اللي عليه، الراجل بيعمل اللي عليه، لكن في النهايه ده الشغل الاحترافي، ان في النهايه هو المدرب اللي يقرر تلعب ولا ما تلعبش، تبقى موجود في السكور ولا مش موجود، لكن انا شايف ان النني في خلال الثمان سنين ما قصرش خالص في شغله، كان بيتمرن كويس جدا، كان بيعمل كل الحاجات المطلوبه ليه، كان بيعمل شغل كبير جدا في اوضه اللبس، وده كل الكلام عليه سواء اللاعبين او سواء ارتيتا، فانا شايف مين اقرب لاعب ليه في ارسنال؟ هم اللعيبه كلهم بيحبوه الصراحه، لكن انا شايف ان كان
اوزيل كان قريب جدا من النني لما كان موجود يعني كان اوزيل. وبعدين اوزيل النني عامل له احلى اسيست في تاريخ ده ده, ده اجمد اسيست في العالم. جول المزيكا ده بتاع ده مش ممكن يترقص ثلاثه ومفروض جول. ف مع المطره كده والكره عماله تتنط واللعيبه بتتساقط ارضا وهو عمال يرقصهم. لا يعني هو علاقته كويسه. كنا انا كنت مره في مباراه وكان معاه مالك ابنه وفوجئت ان هو مطلع من شركه كان ديكلان رايس ساعتها الجيرسي بتاع منتخب انجلترا باسمه لمالك هديه لمالك. فده الدليل على ان الناس فعلا بتحبه وعلاقته علاقته كبيره جدا وقويه جدا. وبعدين حافظ تاريخ ارسنال. كنت لسه شايف له مسابقه عاملها هو وزينتشينكو. زينتشينكو ايوه كان مين التالت؟ كان مش فاكر. كان هو زينتشينكو وتقريبا تومياسو. تومياسو صح تومياسو. فارسنال النني كان سابقهم والهداف التاريخي يروح هو اللي حاطط الاجابه. مين قول لنا خمسه من الفريق الذي لا يقهر بتاع 2004 هو اللي جاوب. فكان فنني حاف يعني نجم من نجوم ارسنال. تاريخ ارسنال هو حافظه كمان. بتفرق جدا في يحب ارسنال. بتفرق جدا في الاحتراف لما تكون بتلعب في نادي وانت في نفس الوقت بتحب النادي. فنني بيحب ارسنال. مظبوط. طيب